حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس وآخر الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. وموضوعنا وحدثنا الأبرز والدائم في كل حلقة هو موضوع فلسطين وغزة وما يحدث من قتل ومشاهد دموية في غزة في فلسطين على يد الكيان الصهيوني الغاشم القذر أجلكم الله. اليوم عندنا قصة، هذه القصة انتشرت بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الصحف والقنوات وانتشرت في كل العالم. القصة هذه فضحت الكيان الصهيوني الغاشم، فضحت الكذب، فضحت التدليس، فضحت ما يخشى الكيان الصهيوني أن ينكشف للعالم. هذه القصة فضحت الجميع وبينت كيف غزة وحماس والمقاومة هناك يعاملون الأسرى معاملة حسنة، وكيف يعامل النتن ياهو الفلسطينيون من الأطفال والنساء. هذه الصورة اللي تشاهدوها أمامكم هي صورة لامرأة إسرائيلية صهيونية كانت محتجزة لدى الحماس لدى المقاومة. راح أسولف لكم ملخص القصة وبعدها ندخل بالتفاصيل أكثر. هذه الصورة عند خروجها وتسليمها، لاحظوا كيف يدها تمسك بيد المقاتل من المقاومة وكأنها لا تريد أن تترك يده، كأنها حست في الأمان في يده. هذه الصورة التي أمامكم هي خير دليل، وأيضا تبعات هذه الصورة والقصة اللي راح نعرفكم عليها ونشوفكم شنو كان ردود أفعال العالم وردود أفعال الصهاينة حول هذا الموضوع. خلي نبدي بالتفاصيل. طبعا موقع ولا العبري الإسرائيلي يقول المقابلة التي أجرتها الرهينة المفرج عنها حول المعاملة اللائقة لسجناء حماس يتم تناقلها بالفعل في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تدمير الدعاية الإسرائيلية. حلو؟ هاي المقابلة اللي أجرتها هذه الرهينة. شنو المقابلة؟ راح تقولوا لي شنو المقابلة وشنو كان داخل المقابلة. المقابلة هي عندما وصلنا إلى غزة، هي تروي عندما وصلنا إلى غزة أخبرونا في البداية أنهم يؤمنون بالقرآن وأنهم لن يضرونا، قالوا سوف يعاملوننا كما يعاملون من حولهم، كنا تحت حراسة مشددة كما جاء مسعف وطبيب وتأكدا من توفر الأدوية التي نأخذها دوما. يعني حتى الأدوية اللي يأخذوها هم، يعني يجوز عندهم أمراض مثلا يعني مزمنة، اللي بيسكر، اللي بيضغط، اللي بيقلب، اللي بيجوي، ينطوهم أدوية. ركز، كمل كمل. كانوا مهتمين جدا بالجانب الصحي، مهتمين جدا بالجانب الصحي، بينما النتنياهو يقصف الأطفال والنساء يوميا ويقصف الوحدات السكنية والبنايات السكنية، وشاهد كيف يعاملون الأسرى وكيف يعاملون هذه الرهينة، وهي التي تروي، وهذه الرهينة هي إسرائيلية صهيونية فضحت وكشفت الكثير والكثير. خلينا نكمل.
وكان لدينا طبيب ملحق يأتي كل يومين أو ثلاثة أيام ليرى ما يحدث معنا. تحملوا المسؤولية وحرصوا على إحضار الأدوية، وإذا لم تكن هناك أدوية متماثلة فيعطوا أدوية مكافئة. لقد كانوا طيبين للغاية ويتأكدوا من أننا نأكل جيدا. هذه المقابلة للتاريخ، طبعا هي ترند في كل العالم، ترند في المواقع والصفحات والقنوات الإخبارية، ترند في السوشيال ميديا. هذه المقابلة كشفت زيف نتنياهو والصهاينة، واهتموا بكل التفاصيل. كان لديهم نساء معنا يعرفن معنى النظافة الأنثوية ويتأكدن من حصولنا على كل شيء. لقد خططت حماس لكل شيء منذ فترة طويلة. لقد أعدوا كل ما نحتاجه، بما في ذلك الشامبو والبلسم. تلاحظ عزيزي المشاهد، تلاحظ كيف يعامل الرهائن في حماس ولدى المقاومة الفلسطينية. هو رهينة، كيف يعامل؟ هو أسير، كيف يعامل؟ وهذه المقابلة هي أجرتها بكامل قواها العقلية، تقول الشامبو والبلسم. إن نقص كفاءة الجيش والشباك أضر بنا كثيرا، لقد كنا كبش فداء للحكومة. أكملت في مقابلتها إن نقص كفاءة الجيش والشباك، الشباك اللي هو الشباك الإسرائيلي، أضر بنا كثيرا، لقد كنا كبش فداء للحكومة. مو هي هاي حكومتك، هاي حكومتك هي قذرة، هي حكومتك يعني تسفك الدماء، تقتل الأطفال والنساء، هي هاي غايتها. نتنياهو ما هم انه انت تكونين معززة مكرمة او لا، ما تكونين انت تحت حماية وظل او لا، المهم هو يستخدمكم كدرع بشري إله والحكومته. هذه المقابلة كشفت الكثير، شاهدوا كيف تعامل ويعاملون الأسرى والرهائن لدى حماس ولدى المقاومة الفلسطينية. هذا جزء بسيط مما يحدث في هذه المعركة، هذا جزء بسيط مما يحدث في هذه المعركة. طبعا هذه القصة اللي كانت عندنا. طبعا عندنا سكايب الأستاذ تيسير الخطيب من لبنان، محلل سياسي فلسطيني. حياك الله أستاذ تيسير الخطيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مخرجنا ما اعرف اذا الصوت واضح او لا. صوتكم واضح، اسمعكم جيدا. اسمعني استاذ تيسير. اسمعكم جيدا. نعم نعم استاذ تيسير، اعتقد مخرجنا اعتقد الصوت. طبعا استاذ تيسير، شفت نعم انه نعم. القصة اللي القيناها حاليا، اريدك تحدثني نعم. شوي عن هاي القصة اللي صارت، وكيف كشفت هذه الرهينة الإسرائيلية زيف وكذب نتنياهو، وكيف كانوا يعاملونها في حماس والمقاومة. طبعا احنا لابد ان نقول ان هذا الكيان كله قام على أكذوبة. اصل نشأة هذا الكيان هو الكذب. حتى موضوع الهولوكوست الذي كنا نصدقه إلى حد ما، نتيجة أننا يعني لم يكن لدينا ما يمنعنا من أن نصدقه، الهولوكوست المحرقة الذي تعرض لها اليهود في أوروبا، الآن بتنا نشك فيها بعد أن كنا نصدقها، لأننا الآن نسمع ونرى الأكاذيب الصهيونية التي تحاول أن تزيف الحقيقة وتحاول أن تعطي صفات
للمقاومين الفلسطينيين، العالم كله يشهد بأنها افتراءات وأكاذيب. هذه المرأة والتي أطلق سراحها والتي أطلق سراحها من أيام، والتي رفض الكيان في أول محاولة لتسليمها من استلامها، وهذا يعني أثار للقادة الإسرائيليين كثير من الاعتراض والامتعاض وعدم فهم لماذا لا يريدون استلامها. هذه المرأة كشفت الحقيقة وقالت في حق المقاومين ما يتوافق مع أخلاق المقاومة الفلسطينية وأخلاق المقاومة في هذه المنطقة. نعم. نحن لسنا قتلة نساء وأطفال، نحن طلاب حق، نحن ندافع عن هذا الشعب الذي تعرض إلى نعم أبشع صروف الظلم سيد منذ قيصير، 100 سنة عفوا وحتى الآن، عذرا، حدثني والذي عن حتى صمود يتعرض. المواطنين في غزة، حدثني عن هذا الصمود الذي كان مستمرا ورفضوا الخروج من أراضيهم بالرغم من القصف، بالرغم من الصواريخ التي تكون بشكل يومي، كل ساعة كل دقيقة هنالك المئات والآلاف تستشهد وأيضا الجرحى، ولكن هم صامدين. حدثني عن هذا الصمود. كما تعلمون بأن ما يحدث في غزة وفي تقدير كثير من المراقبين في العالم لم يحدث له مثيل إطلاقا، يعني لم يحدث. يحدث إطلاقا أن شعب محاصر في رقعة جغرافية ضيقة، هذا الشعب يعيش في هذا المكان والذي يعتبر أكبر مكان مزدحم في العالم من حيث عدد السكان إلى الكيلومتر الواحد، هذا الشعب يضرب بالقنابل ليل نهار، كمية القنابل والصواريخ التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مهولة جدا. قدرت إحدى المنظمات الدولية أن كل كيلو متر مربع في قطاع غزة تعرض إلى 3300 طن من المتفجرات. هذا الشعب الذي يتعرض إلى الإبادة لم يخرج صوت واحد يقول بأننا نستسلم، بأننا نرفع الراية البيضاء، بأننا يعني نتخلى عن المقاومة. الناس كلهم متمترسون وراء المقاومة ويعلمون بأن ما يتعرضون له هو بسبب العدوان الصهيوني وبسبب الظلم الدولي وبسبب الدعم الأمريكي وبسبب القنابل والصواريخ الأمريكية وليس بسبب المقاومين. حاولت الدعاية الصهيونية وحاولت جزء من الدعاية العربية نعم التي يعني بتنا نقرأ ماذا يكتبون وماذا يقولون، حاولوا أن ينحوا باللائمة على المقاومة الفلسطينية أنها السبب في المأساة. نعم هذه من أسخف المقاربات لوضع انكشف مثل الوضع انكشف هذا الذي يحدث في الشيء فلسطين. أستاذ تيسير، انكشف هذا الشيء، وحتى الصواريخ التي أطلقت على المستشفى في نتنياهو القذر أجلك الله، قال وأجل الله المشاهدين أيضا، قال إنه هي أطلقت من حماس ومن المقاومة، وأيضا انكشف هذا الشيء وأظهر أن الصواريخ انطلقت من تل أبيب. طيب أنا أريد أن أرد بثواني على هذه الأكذوبة. نحن نعلم أن المقاومة الفلسطينية ترسل الصواريخ إلى المناطق القريبة من غزة وصولا إلى تل أبيب، لماذا لم يحدث أي صاروخ من هذه الصواريخ عدد من القتلى كالقتلى والشهداء الذين قتلوا في المستشفى؟ يعني إذا كانت المقاومة الفلسطينية تملك الصواريخ التي تقتل بهذا العدد كان ممكن يكون نص الكيان الصهيوني الآن انتهى، لأنه آلاف بالضبط الصواريخ أرسلت. بالضبط. رقم اثنين، عندما قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة فورا أنكروا
أكيد وقالوا انه هنالك طرف ثالث، هناك طرف فلسطيني هو التي قتلها. اليوم صدر تقرير دولي يحمل الكيان الصهيوني مسؤولية قتلها، ويقول ان من قتلها والوحدة، اسم الوحدة التي كان يعمل فيها موجودة لدينا ولكن لا نريد ان نعلنها، ولكن هناك ضابط إسرائيلي توجه إليها بالرصاص بشكل مباشر. إذن إذن من جماعي سيحاسب مثل الكيان الصهيوني حول كل ما يحصل الآن؟ من نعم، سيحاسبه؟ لأنه أنا بدي أقول كلمة، بس أنا ما بعرف إذا إحنا الآن بنهاية يعني المقابلة، أنا بدي أقول كلمة. دائما الحقيقة مهما حاولوا إخفائها لا يمكن إلا أن تفضحهم، وأن من يمارس الإجرام ويمارس القتل ويمارس الإرهاب لا يمكن أن يمرر هذا القتل والإرهاب إلا من خلال الكذب. لأنه ماذا يريد أن يقول؟ هل يستطيع أن ينكر أنه يقتل الأطفال؟ لا يستطيع أن ينكر أنه يقتل الأطفال، ولكن ماذا يريد أن يقول؟ يقول من جانب آخر أن المقاومة تقتل الأطفال، أن المقاومة اغتصبت النساء، أن المقاومة فعلت كذا وكذا. هذا واضح سيد تيسير، ولكن سؤالي واضح وأكرره عليك، من سيحاسب الكيان الصهيوني عما يفعله في غزة من قتل للأطفال والنساء؟ من سيحاسب الكيان الصهيوني؟ الحقيقة أنه هذا الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون لن يمر بدون عقاب. أولا نحن نؤمن بالعدالة الإلهية. طيب. ثانيا المقاومة الفلسطينية أصبحت قادرة على أن ترد الصاع صاعين وأن ترد على هذه الاعتداءات. وأنا أريد أن أقول ببساطة، هذا فكرة هذه الدولة سقطت، المبررات لوجود هذه الدولة سقطت. هذه الدولة لكي تستمر لابد أن تأتي أمريكا بأساطيلها لتحميها. الآن محور المقاومة في المنطقة ليس في فلسطين، في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا. هذا المحور لا يستطيع أحد أن يعني ينهيه أو أن يقضي عليه. هذا المحور يشكل الآن يعني الأداء التي سينهار هذا الكيان من خلالها، وأيضا سيكون يعني من يقف وراء هذا الكيان في مرمى هذا الانهيار أيضا. طيب. نحن نثق بوعد الله. الأيام التي كان يتبجح فيها الإسرائيليون ويقولوا أن جيشهم لا يقهر وأن دولتهم أقوى دولة وأن جيشهم الرابع في العالم، هذه انتهت. هم الآن في حيرة من أمرهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا قتل الأطفال، لا يستطيعوا أن يقتلوا مقاوم من خلال ما يفعلوه الآن في غزة. هم فقط يقتلوا الأطفال، لا يوجد لهم هدف إلا القتل المنهجي للفلسطينيين. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن من يستشهد منا له يعني الجزاء المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن بعد 75 سنة من قيام هذا الكيان، نحن الآن على مشارف التحرير وعلى مشارف أن ننهي هذا الكيان. لا بتنا لا نؤمن لا بحل الدولتين ولا بالتفاوض ولا بالتسوية ولا بكل الأكاذيب التي طرحت علينا طوال العقود الماضية. هذا ما نتمناه جميعا. شكرا لك سيد تيسير الخطيب المحلل والكاتب الفلسطيني من بيروت، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا معنا. هذا ما نتمناه جميعا، الهلاك لدولة الصهاينة، دولة الصهاينة القذرة جلكم الله. هذه الدولة التي تقتل الأطفال والنساء وليس لديهم ما يقتل غيرهم، ليس باستطاعتهم قتل مقاوم أو قتل جندي فلسطيني، فقط قتل الأطفال والنساء فقط. وشاهدناهم يوم 7 أكتوبر، يوم الانتصار للمقاومة الفلسطينية، عندما دخلوا في معاقل هؤلاء الصهاينة، وكان من الهروب الشيء الكثير، يعني في الصحراء، في الشوارع، في المنازل، في البيوت، الهروب. حتى الجنود الأسرى اللي حاليا لدى المقاومة
هو جندي وعنده سلاح، ولكن هو أجون من أنه يشيل السلاح ويحارب وجه بوجه في الميدان. هو بس يضرب صواريخ من بعيد، ما يجي يواجه. هو هذا الجبن اللي يملكه الصهاينة. طبعا بنهاية القصة اللي سولفناها لكم، بالنهاية صحيفة الجارديان البريطانية قالت إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية وهي تمسك يد مقاتل ربما كان حارسها، كانت لحظة مذهلة للإنسانية في عالم منقسم بشكل مرعب. الرهينة المحررة تقدم إيماءة صغيرة من اللطف تجاه شخص يمثل عدوك، وتظهر في لحظة أننا جميعا بشر، يجب على إسرائيل أن تنظر إلى المستقبل. وغوتيريش كان محقا في أن هجمات حماس لم تأتي من فراغ. طبعا وحتى على هذا التصريح مال غوتيريش، واحد من المسؤولين في إسرائيل في الكيان الصهيوني طالبه بالاستقالة. هذه كانت القصة، وهذه كانت مسكة اليد، وشاهدوا كيف هي لا تريد أن تترك يده. على العموم رئيس وزراء ماليزيا قال أنه إسرائيل تعتدي، الكيان الصهيوني يعتدي على أراضي عربية وتحتل كل فلسطين، وسنستمر دون خوف في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. هذا كان تصريح لرئيس وزراء ماليزيا، هذا البلد المتطور، هذا البلد المسالم اللي بيه كم كبير من المسلمين. بكل شجاعة صرح، ما وقف على الحياد ووقف بالنص شلون بعض الناس، ما وقف بالنص، لا، اتخذ موقف الحق، وقال الكيان الصهيوني يعتدي على أراضي عربية وتحتل كل فلسطين وسنستمر دون خوف. ركزوا ياي بهذا التصريح، سنستمر دون خوف في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. هذا كان تصريح رئيس وزراء ماليزيا اللي صرح بهذا التصريح. طبعا ارفع لك القبعة، لانه انت احسن من هواية رؤساء وزعماء لدول عربية، دول اسلامية، دول غربية اجنبية، ولكن يلتزمون الصمت، فهم جبناء، وهذا هو ديدن الجبان. هذه الصورة التي أمامكم، هذه صورة من مباراة لكرة قدم. هذه الصورة راح تشوفوها أوضح حاليا بكل وضوح. مخرجنا راح يخليكم هذه الصورة اللي راح تكون جاهزة. طبعا هذه الصورة من ملعب مباراة كان طرفها سلتيك الاسكتلندي، نادي سلتيك الاسكتلندي. يعني وين هاي الدولة اسكتلندا؟ نادي سلتيك قرر انه الجماهير نادي سلتيك قررت انه تدخل علم فلسطين، ولكن الاتحاد الاوروبي رفض هذا الشيء. يسكتون؟ لا طبعا ما يسكتون. تعالوا شوفوا شنو سووا لما رفض الاتحاد الاوروبي انه يدخلون علم فلسطين. راحوا جابوا مجموعة من الورق المتلون في لون فلسطين بالمصطلح عند الجماهير الرياضية يسمى بالتيفو، التيفو. قاموا برسم علم فلسطين بهذا التيفو وبهذا الشكل. طبعا كل هذا هو من يعني صنع هذه الجماهير وهذه الشعوب. رغم المنع مشجعو سلتيك الاسكتلندي يتحدون يويفا ويرفع، يويفا هو الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، ويرفعون أعلام فلسطين خلال مباراة فريقهم مع أتلتيكو مدريد في دوري
أبطال أوروبا، قاموا بجلب التيفو بالألوان ورفعوا من على مقاعدهم صورة كبيرة تمثل علم فلسطين أو لوحة. منعوهم من إدخال العلم، أوكي ماكو مشكلة، أجيب لك الكراسي كلها مال الملعب اللي قاعدين عليها وارفع لك بداية المباراة علم فلسطين بالكامل. هذا هو ما فعلته جماهير سلتيك الاسكتلندي. طبعا مشاهدين الكرام، هذا آخر ما لدينا في فقرة فيس تو فيس. فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة الترند تيوب. الظاهر في الصورة خلفي هو فنان مصري اسمه محمد سلام. محمد سلام فنان كوميدي مصري يعمل مسرحيات ومسلسلات وأفلام، ودائما ما يكون هو الذي يضحك الناس، هو الذي يرسم البسمة على محيا الناس. هذا الفنان لديه قصة سيرويها هو إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل، زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض. بس ما فيش حاجة بتحصل يعني. تقريبا لحد الوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عمالة تموت وما فيش حاجة بتحصل. فانا ازاي هروح اعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ انا حاسس، معلش سامحوني لو احساسي اوفر شوية، بس انا حاسس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني ان انا خذلتهم، مش عارف اعمل لهم حاجة. يعني كفاية علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا وما فيش حد بيعمل لهم حاجة، فكمان انا مش هبقى ساكت بس، يعني انا كمان عمال اهزر واغني وارقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين. فانا بعتذر جدا عن ان انا اشارك في موسم الرياض، والمشكلة ان دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده، دي قضية كل مسلم في المقام الاول، هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين ان هم يساعدوا اخوانهم في غزة ويحاولوا يقدموا لهم اي مساعدة. فانا دلوقتي ما فيش حاجة اقدر اعملها زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجة ونساعد. هذا هو جزء من كلام الممثل المصري محمد سلام. محمد سلام مثل ما ذكرت لكم بالبداية هو فنان مصري كوميدي، طبعا هو يمثل في المسرحيات والمسلسلات والأفلام.
هذا كشف فضيحة كبيرة أيضا لدى من؟ لدى السعودية وموسم الرياض، هذا الموسم الذي فيه من الترفيه الشيء الكثير. هو لم يطالب بإيقاف موسم الرياض، ولم يطالب أيضا بالتضامن مع فلسطين. هو خرج وقال ما في داخله، قال ليس باستطاعتي أن أذهب وأضحك الناس وأنا من داخلي مقهور على ما يحصل في غزة وفي فلسطين من قتل ودماء وسفك للأطفال والنساء. هذا هو كان كلامه. طبعا جوبه برفض كبير جدا من قبل الأخوة في السعودية، والبعض قال له أنت عليك بحالك، البعض قال له هي هو بلدك ما أعرف شنو، ولكن هو لوحده وقف هذه الوقفة، فما بالك لو وقف جميع الفنانين في كل البلدان العربية، ليس فقط في مصر أو غيرها. هو الوحيد الذي غرد خارج السرب، هو الوحيد الذي قال بالنص أني لا أستطيع الذهاب إلى موسم الرياض. طبعا في السعودية الموضوع ترند مواقع التواصل الاجتماعي، في الوطن العربي بشكل كبير جدا، في كل البلدان هو محمد سلام على محركات البحث popular now، رائج الآن محمد سلام. ولكن ما تلقاه من تعليقات وسيل جارف من التعليقات الجارحة في السعودية، بينما قوبل بمديح وثناء كبير جدا في مصر وفي باقي البلدان. البعض قال له نحن كنا نحبك كممثل، الآن أصبحنا نحبك ونحترمك كثيرا. الآن هو قال ما في داخله، قال يعني الكلام واضح كان انه كل ظني راح يتوقف او يتأجل موسم الرياض، مثل ما تأجل مهرجان الجونة في مصر ومهرجان القاهرة في القاهرة. قال كل ظني انه كان ممكن يتأجل موسم الرياض ولكن لم يتأجل. عرض المسرحية هو يوم 30 من هذا الشهر، احنا اليوم بيا تاريخ، احنا اليوم يوم 26، كان من المفترض انه يروح يوم امس يسافر للسعودية يسوي بروفات حتى يوم 30 بالشهر يبدأ العرض المسرحي للمسرحية الكوميدية الذي فيها رقص وضحك وغناء وكل شيء. قال وبالفم المليان أنا أنسحب. نعم سيتعرض للكثير من المضايقات حتى في رزقه، أنا أتوقع ذلك، ولكن هو قال كلمة ويجب علينا دعمه. مخرجنا خلي نشوف الفيديو اللي بعد فيديو محمد سلام. طبعا هذه الفيديوهات يعني ممكن ما مبين واضح عندكم ممكن، بس الكيان الصهيوني يدفع ملايين حتى ما تظهر مثل هيجي فيديوهات. هذا الفيديو هو من القصف في تل أبيب، هذا الفيديو من قصف وصواريخ المقاومة الفلسطينية. الكيان الصهيوني يدفع الملايين لكي لا يكون هذا الفيديو موجود ويظهر للعيان وللناس اللي تشاهد هذا الفيديو. طبعا يدفعون ملايين للسوشيال ميديا حتى من تجي تتصفح بنقالك او جهازك بتصفح ما راح تلقي هذا الفيديو لان هم يدفعون الملايين. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده ايضا.
بنصهم بنص. هذا الفيديو أيضا من إنتاج المقاومة في فلسطين لاستهداف بعض المواقع لدى الكيان الصهيوني في مناطق متعددة. طبعا الله يوفقهم، لأنه ذولا اللي جاي يسووا هو ربع من اللي جاي يسويه الكيان الصهيوني بيهم من قتل و وتهجير للأطفال والنساء. طبعا هذا الفيديو أيضا هو مثل ما ذكرنا من المقاومة في فلسطين لضرب بعض المواقع في الكيان الصهيوني وفي تل أبيب. مخرجنا خلي نشوف الفيديو اللي بعد هذا الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذكرته هذه الطفلة، نريد حياة حلوة نعيشها، حياة ما بها صواريخ بالنص، وهذه طفلة. نريد حياة حلوة نعيشها ما بها صواريخ. هذا 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 أبسط حق. شنو أبسط حق؟ لا هذا مو حق، يعني هذا هو المفروض يكون يعني الطبيعي في العالم. لو تلاحظون الفرق شوف المقاومة وين كانت تضرب، برج معسكر ما أعرف شنو، شوف الكيان الصهيوني شنو يضرب، المجمعات السكنية. بالرغم من الاختلاف الكبير والشاسع في الأسلحة والصواريخ، يعني نتنياهو يقول مو احنا قصفنا المستشفى، حماس لو عدا مثل هذا الصاروخ كان هسه انت ما موجود في تل أبيب، ما موجود كان انت حاليا. والطائرات والدبابات والطائرات المسيرة والصواريخ وكل هذا الأتات والأسلحة، كان انت ما موجود لو هذا عد حماس، لو هذا عد المقاومة. ولكن أجدد وأقول ما ذكرته هذه الطفلة هو نقطة للعار في وعلى جبين الكثير والكثير من الحكام العرب. ما ذكرته هذه الطفلة إننا نريد أن نعيش حياة حلوة ما بيها صواريخ، هذا كلامها هو عار على كل حاكم عربي خاضع وخانع وصامت وساكت وباقي على اللي جاي يشوفه وساكت لأنه جبان ويخاف. هذه الكلمات هي عار على كل حاكم وكل رئيس دولة ورئيس وزراء عربي إسلامي مسلم ساكت وما له علاقة وما يتدخل. هذه كلمات هذه الطفلة عار على كل واحد يشاهدها من حكماء وزعماء الدول العربية وهم ساكتين وما يحركون ساكن أبدا. وهذه مشاهد الدمار من غزة من فلسطين. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا.
طبعا هذه القصيدة من فيديو، من صور، من مشاهد على الحدود في طريبيل، واستعداد الشباب العراقي المقاوم الشريف، استعداده للذهاب إلى تل أبيب ونسفها عن بكرة أبيها، كما دافعوا عن بلدهم العراق عبان حرب داعش القذر، الآن يستعدون للدفاع والذهاب إلى تل أبيب لمسح هذا البلد، مسح الكيان الصهيوني. ينتظرون فقط إشارة واحدة، في إشارة واحدة سيذهب كل هذا الشباب المرابط في طريبيل في الحدود. هذا هو الشباب العراقي المقاوم البطل. تحية كبيرة لكل هؤلاء الشباب المقاومين الأبطال اللي كل يعفون كل شيء ويرحون ويستعدون للقتال ويستعدون لتحرير القدس وفلسطين. لن نهزم هكذا رجال كربلاء. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، ولكن اكيد سألتقيكم في الحلقة القادمة، ولكن سأترككم مع هذه القصيدة. الى اللقاء.